السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت باش نطبق لكم داك الشيء اللي كنا درناه في الوراق، نطبقوه في التوب ان شاء الله. انا اختاريت هذا التوب، هذا غليظ، التوب ديال الجين، باش نبداو فيه بعدا هو باش يساعدنا، وديك الساعة عاد نبداو في التوابات الاخرين، يعني موسلين، كريب، اي حاجة، اي توب يعني نقدروا نخيطوا فيه. في البدايه ضروري خاصنا توابات بحال هادو، اما لاطوال، اما جين، اما شي حاجه اللي تكون غليظه شي شويه ولا مليفه، ولا المهم تكون غليظه شي شويه. انا سرجيت هذا الطريف هذا باش كاينين شي بنات ما كيساعدهمش الثوب اذا كان مشنتف، ما كيعرفوش كيفاش ياخذوا فيه القياس. وانا دابا غادي نبدا على بركه الله، يعني على هذا السرجي اللي هو كاين غادي نمشي تقريبا موراه، يعني كيعطيني سنتيم تقريبا هكا ولا نص سنتيم، وغادي نمشي على بركه الله. دائما ما نقطعش هنايا الخيط، ما نقطعوش قصير، الا قطعتو قصير غادي يبدا يقطع لي، دائما تقطع لي الماكينه. وكنبدا نمشي هاد السطير الثاني، كنمشي على قياس الصباط، يعني كنحط الصباط مع الحريف ديال هاد الخياطه وكنمشي غير بلاتي عليا. هما ما غتكسيريوش بزاف، وعاوتاني كندير سطير واحد اخر، يعني حتى كنكمل داك التوب اللي عندي سطير مور سطير حتى كنطلق يدي. دائما الخيط يكون طويل، الخيط هكا يبقى طويل باش ما يقطعناش، الا قطعناه على الجدر من هنا غادي يبقى يقطع لنا كل ساعه، غتبقى تقطع لنا الماكينه وغنتعصبوا وغنسمحوا في الماكينه ونوضوا في حالاتنا دائما. كنديروا سطيرات، نتوما غادي تكملوا، غتكملوا يعني الثوب كامل اللي عندكم. انا غادي نكتفي بهذا الشيء هذا اللي درت، وغادي نهزو عاوتاني طريف ديال الثوب حدا اخر، وغادي نديرو فيه عاوتاني كيفاش غادي نديرو فيه كيفاش ندورو مربعين، يعني كيفاش نقنتو. بسم الله على بركة الله. انا هزيت هذا الثوب هذا، قلنا دائما انا كنسرجيه على ود غير باش يعطيني القياس ديال سميتو ديال الصباط. كنمشي هكا على السرجي، ملي كيبقى لي واحد سنتيم كنوقف الإبرة، انا موقفة الإبرة، وغادي نعلي الصباط وغادي ندور ونيت غنمشي على السرجي. عاوتاني كذلك غادي نبوانتي وغادي ندور غنعلي الصباط، ها هو الصباط معلي، راني وريتكم كيفاش كيدير يتعلى الصباط، وغادي نمشي عاوتاني على السرج. كذلك هنا البوانتي، وعاوتاني غادي ندور وغادي نمشي على السرج. هاد السرجي درناه غير باش يساعد، كاين شي بنات ما كيعرفوش يمشيو على الثوب الا ما كانش مسرج. هنا غادي نبوانتي وغنمشي، دابا ما بقاليش السرجي، بعدت على السرجي، دابا غنمشي على قياس الصباط، يعني هاد الخط الثاني اللي انا غدا غنمشي على قياس الصباط دائما. كيبقى لي واحد اربعه الغرزات ولا ثلاثه كنحاول نصوبهم بيديا الى ما استطعتش. انا هنا بقات لي واحد الغرزه غادي نكملها بيديا وغادي ندور، ودائما نهز الصباط وعاد ندور، الا ما زيدش الصباط راه ما غاديش تدور لي البياف. وعاوتاني كنكمل بيديا هاد الغريزه اللي بقات وكندور، وكنمشي حتى كنكمل، حتى كنكمل الثوب كامل، حتى ما كيبقاليش، حتى كيولي لي داك المربع غير صغير، ما كيبقاش كاع فيه. بوانتي هكا
يعني كتبقى لي داك الغرزه كنكملها بيديا. هنا ملي كتصغر راه كتولي صعيبه شي شويه، يعني خاصنا ضروري نردو البال نبقاو نمشيو غاديين على عبارنا. هو كيفاش جا كم اللور كم القدام. دابا غادي نهزو يعني واحد اخر عاوتاني وغادي نحاولو نديرو فيه مثلث غير هكا، غير يعني غير بالخياطه غنحاولوا نشدو من القنت القنت هكا بحال بحال هكا بحال يعني بحال مثلث. ها هو غادي نحاولوا نمشيو من هنا حتى لهنا وعاود غادي نمشيو من الجهه الاخرى عاود من هنا حنا غنكروازيو هكا وغادي نبداو كنمشيو عاوتاني على قياس داك على قياس الصباط، ودائما غادي نبوانتي فهاد البلايصه هادي ملي كنمشي هكا ملي نوصل لهاد البلايصه غادي نبوانتي وندور كنهز الصباط وندور غادي نمشي هكا ونخرج عاوتاني ونمشي هكا يعني حتى كنكمل هكا على قياس الصباط ونمشي
عاوتاني كذلك دائما بوانتي في داك البلايصه اللي خاصني البوانتي فيها باش ما يجينيش خارج على السطر. حتى كنكمل هادو اللي عندي كاملين دائما نخلي الخيط طويل، حيت الا ما خليتوش طويل غتقطع لي الماكينه كل ساعه غتقطع ليه وغادي نتعصب. احنا كملنا هاد المثلثات، ها هما مازلنا المثلثات وحدين اخرين، ولكن انا ما غاديش يكفيني الحال، غادي نطول عليكم. يجيني الفيديو طويل، غادي نكمل غير هاد المثلث هذا. حتى الدرس الجديد ان شاء الله وعاد غنتعلمو حوايج اخرين. غادي نكتفيو بهذا القدر ان شاء الله بحول الله، والى درس جديد ان شاء الله، وديك الساعه غادي نوريكم حوايج وحدين اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.